بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذا نحن وصلنا صفحة 18 الجزء الثاني تاع التمرينات، كنا وصلنا في رقم 21، راح نواصل هذا الجزء. إذا رقم 22 يقول أعطي حصرا لكل عدد من الأعداد، يعني هذا الأعداد نعطوها حصر. الحصر يكون مقرب إلى الوحدة، وحصر يكون إلى جزء من 10، وحصر يكون إلى جزء من 100. إذا راح نكتب هذه الأعداد ونبدأ نقوم بعملية الحصر. إذا هنايا راح نبدأ أولا الحصر إلى الوحدة. إذا هنايا عندنا 99.999، إذا إلى الوحدة نكتب 99، نحي الفاصلة نكتب 99، نزيد لها واحد تولي 100. إذا عندنا 99 أصغر من هذه 99.999، و 99.999 راه أصغر من 100. نفس الشيء هنايا، إذا راح نكتب هذا العدد، راح نكتبه اللي هو 8 7 4 5. إذا هذه 8745 راها أصغر من 8745.673. الآن راح نزيد لها واحد وتولي 8746. إذا زدنا وحدة، هذه هي يعني هذا هو الحصر إلى الوحدة. هنا لاحظوا هنا الإشارات قلبتها هم لكم، يعني احنا قلبوا شوفوا مليح الإشارات. إذا لازم يكون عدد أكبر. إذا إلى الوحدة اللي هو 15 نزيد لها واحد، وهنا هو 14. نفس الشيء هنا عندنا هو نعم 6، عندنا قلبين 6 أكبر من هذا، وهذا راه أكبر من 5. هنا الإشارات انقلبت، إذا لازم يكون أصغر. إذا عندنا 0، وهنايا عندنا 1، 0 أصغر من 0.542، و 0.542 راه أصغر من 1. جيد، إذا هذا بالنسبة للحصر إلا الوحدة. نروحوا الحصر إلى جزء من 10. إذا عندنا هنايا 99، لاحظوا هنا الإشارة، هي قلبتها لكم هنا الإشارة. إذا هنا راها 99، هنا راها يكون هنا لازم يكون أكبر اللي هو 100. إذا 100 أكبر من 99.999، و 99.999 أكبر من 99. جيد، هنا أيضا أن الإشارة راها مقلوبة. إذا قالوا لنا الجزء من 10، يعني هذا هو الجزء من 10. إذا هنايا واش راح نكتب؟ راح نكتب أكبر. إذا 8745 فاصل جزء من 10. إذا راح هذه 6 نزيد لها 1 تولي 7. إذا 8745.7 هو جزء من 10. هنا كان 6، هنا رجع له 7، راهو أكبر من هذا، وهذا راهو أكبر من 807.45 فاصل فقط 6. نحو كامل هادو، هادو كامل نحو، يبقى له غير جزء من 10. نواصل هنايا. اذا لاحظوا الاشاره، هنا الاشاره عادت انقلبت. اذا هنا تجينا 14.3 عادي، جزء من 10 يبقى هو. هنا جزء من 10 راح نزيدوا له واحد تولي 14.4. حطوا هنا ايضا هي 5 فاصل ماذا جزء من 10 اللي هو 9، هنا حنزيدوا لها واحد تولي ماذا 6. إذا كنزيدو لها واحد، هذه كنزيدو لها 0.1 تولي 10، ونزيد لها تولي 6. حطو هنايا عاودنا قلبنا الإشارة، إذا تولينا 0.6. إذا الإشارة هنايا جزء من 10 يزيد، وهنا تقعد 0.5. إن شاء الله تكونوا فهمتوا فقط. الآن نروحو لجزء من 100، نديرو هكا باش ما تخلطوش. إذا هذا جزء من 10، إذا هذا جزء من 100. أصلا ما عادش عندنا بلاصه نعاود نكتبه لكم. إذا جزء قالوا لنا من 100، جزء من 100 يعني جزء من 10، جزء من 100 يعني رقمين وراء الفاصله. إذا هنايا نحوسوا على يكون أصغر منه، إذا تولي 99.99، راها أصغر من 99.999.
وهنايا راح نضيفوا لها هنايا واحد شحال تولي تسعة تولي 100 لاحظوا 99.99 قلنا نضيفوا لها واحد صفر 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 صفر, صفر واحد اذا تولي 10 تولي 10 تولي 10 تولي 10 لاحظوا 100 اذا 100 نحطو هنايا نفس الشيء نخلوها ندو فقط رقمين وراء الفاصله اذا 8745 رقمين وراء العشرة خطرنا نحصروا الى الى جزء من المئة جزء من عشرة جزء من مئة اذا 67 راح نضيف لها وحده واحد هنايا راح تولي 8745 اذا شحال هنايا نزيدو لها وحده تولي 68 يلا 68 نزيدو لها 0.01 هنايا قلبنا الاشاره اذا هذه راح نزيدو لها واحد تولي 14.35 وهنا 14.34 هنا ايضا راح مقلوبه الاشاره اذا انتبهوا مليح للاشاره اذا هنا لازم يكون اكبر اذا هذه راح نزيدو لها واحد تولي 5.99 وهنا 5.98 5.99 راهي كبيره على 5.983 وهذه راهي اكبر من 5.98 الان هنايا اشاره عاودت انقلبت اذا راح تبقى هذه 5.54 وهنا راح نزيدو لها واحد تولي 0.55 عفوا 0.54 اذا هذا هو الحصر الى جزء من المئة نواصل العمل تاعنا قالوا لنا رقم 23 ادرج عددا عشريا بين بين العددين 0.7 و 0.6 وادرج عدد ادرج 10 اعداد عشريه بين العددين هادو وادرج 9 اعداد بين العددين هادو اذا راح نديهم لكم ونفهمكم جيد اذا هنا قلنا ادرج بين 0.7 و 0.6 هادو عددا واحد فقط اذا من 0.7 راهو اكبر من 0.65 و 0.65 راهي اكبر من 0.6 هي معناتها 60 اذا 70 يعني هذه 70 65 60 قلنا اصلا درجو عدد عشري واحد فقط هنا قالنا في 24 درجوا 10 اعداد عشريه بين 8 و7 بين 8 و7 لازم نديروا 10 اعداد عشريه يعني بيناتهم هنا 8 هو الكبير و7 هو الصغير باش نلحقوا من 8 لل7 اذا 8 هنا 8.0 كما انها 8.0 هنا 7.9 غادي نبدا نهبط 7.9 اذا من 8 كي نقصوا منها واحد راح تجيني 7 هنا ما نبداش نقص بالواحد غادي نبدا نقص ب 0.1 لاحظوا 8 ناقص 0.1 تساوي عفوا 0 0 ناقص 1 لا استطيع استحفظ وارد 10 ناقص 1 يساوي 9 8 ناقص 1 يساوي 7 اذا 7.9 نزيدو نقصو اذا رانا نقصو ب 0.1 لاحظوا هادي نزيدو نقصو لها 0.1 تولي 7.8 7.7 كامل غادي نقصوهم 0.1 7.6 7.5 7.4 مازال ملحقناش 7 7.3 7.2 كلهم كل هادو راهي كبيرة على 7 7 هيك الصغيرة 7.2 7.1 هنا 7.1 موراها 7 لاحظتو لو كان نديرو 7.1 ناقص 0.1 1 ناقص 1 0 7 ناقص هي 7 لكن هنا قالوا لنا درجوا 10 اعداد لو كان ما نديروش هذه تولينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اذا لازم ندرجوا عفوا 10 اعداد اذا شنو نقصوا هنايا ما نقصوش 0.1 وانما نقصوا 7.1 يعني فاصل 10 7.10 راح نقص منها 7.05 باش نصيبو 0.5 اذا راح نقص منها 0.5 لاحظوا 7.1 ناقص عفوا نقص منها 0.05 اذا 0.05 راح نشوف 0
صفر ناقص خمسة لا أستطيع أستحفظ وأرد. عشرة ناقص عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة، هنا صفر سبعة، إذا سبعة فاصل صفر خمسة. إذا منا لهنا نقصنا صفر فاصل صفر خمسة باش أدرجنا سبعة فاصل صفر خمسة. سبعة فاصل واحد ناقص صفر فاصل صفر خمسة يساوي سبعة فاصل صفر خمسة، وسبعة فاصل صفر خمسة نقص منها أيضا صفر فاصل صفر خمسة نصيبه سبعة. جيد، الآن نروحو هنايا عندنا تسعة فاصل اتنين اللي هي تسعة فاصل عشرين، نبدأ نقص باش نوصل خمسة فاصل واحد اللي هي خمسة فاصل عشرة. إذا خمسة فاصل عشرين، خمسة فاصل تسعتاش، فاصل تمنتاش، فاصل سبعتاش، فاصل ستاش، خمستاش، أربعتاش، تلتاش، اتناش، حداش، واحد اللي هي خمسة فاصل عشرة. إذا واحد أو عشرة كيف كيف، هذه هي. إن شاء الله برك تكونوا فهمتوا. نواصل، هنا قلنا أحسب ذهنيا. إذا نبداو نحسبو، سبعة فاصل ربعة ضرب مئة، إذا قلنا الضرب الفاصلة تطلع على حسب عدد الأصفار، إذا راح تطلع لنا باتنين تولي سبعمية وأربعين. ستة فاصل خمسة وستين ضرب مئة تولي ستة وخمسين، إذا الفاصلة تطلع ألف. أربعتاش ضرب مئة عشرة حنزيدو لها صفر فقط تولي مئة وأربعين. خمسة فاصل تسعة ضرب عشرة نطلعو الفاصلة فقط بواحد، يعني صفر واحد تولي تسعة وخمسين. ألف ضرب تلتمية وستة وأربعين، يعني تلتمية وستة وأربعين نضربوها في ألف، الضرب تبديلي، راح هذه تلتمية وستة وأربعين نزيدو لها ثلاث أصفار تولي تلتالاف وستة وأربعين، تلتمية عفوا وستة وأربعين ألف. صفر فاصل ستة وسبعين ضرب ألف، إذا ضرب راح نطلعو الفاصلة بثلاث أرقام، إذا تولي هنا هادو زوج نروحو نزيدو صفر تولي سبعمية وستين. صفر فاصل صفر خمسة وعشرين ضرب عشرة، إذا الفاصلة تطلع برقم واحد تولي صفر فاصل خمسة وعشرين. ثلاثة فاصل ربعتاش ضرب عشرة، إذا هي واحد وثلاثين فاصل أربعة. مئة ضرب ستة فاصل ثلاثة، إذا تبديلي ستة فاصل ثلاثة نضربوها في مئة راح تولي ستمية وثلاثين، إذا الفاصلة تطلع بزوج تطلع ثلاثة ونزيدو صفر ستمية وثلاثين. صفر فاصل صفر خمسة وأربعين ضرب ألف، الفاصلة راح تطلع بثلاثة، إذا تطلع هادو ثلاثة تولي خمسة وأربعين، هاد الأصفار تولي لا قيمة لها، إذا تبقى لي فقط خمسة وأربعين. مئة ضرب صفر فاصل اثنين، إذا هنا صفر فاصل اثنين الفاصلة راح تطلع بزوج، إذا تولينا عشرين، تطلع اثنين ونزيدوها صفر تولي عشرين. هنايا ستمية وسبعين قسمة، إذا هنا قسمة عكس الضرب، إذا ستمية وسبعين قسمة ألف، القسمة الفاصلة تهبط، إذا هنا حتهبطنا بثلاثة، إذا واحد اثنين ثلاثة وندير الفاصلة تولي صفر فاصل ستمية وسبعين. أو صفر فاصل سبعة وستين. تسعمية وثمانين قسمة مئة، إذا الفاصلة تكون هنايا في الأخير راح تنزل لنا بزوج تولي تسعة فاصل ثمانية. ثلاثة فاصل اثنين قسمة عشرة، إذا الفاصلة راح تنزل تولي صفر فاصل اثنين وثلاثين. واحد وعشرين قسمة مئة، الفاصلة راح تنزل بزوج رقمين زوج ونديرو فاصلة ونديرو صفر تولي صفر فاصل واحد وعشرين. ربعمية واثنين وثلاثين قسمة عشرة، إذا تولي ثلاثة وأربعين فاصل اثنين. اثنين قسمة عشرة تولي صفر فاصل اثنين، وستة وخمسين فاصل سبعة قسمة مئة فاصلة تنزل برقمين تولي صفر فاصل خمسمائة وسبعة وستين. جيد، الآن نروحو رقم سبعة وعشرين، قالنا الملمس هذا الخاص بوضع الفاصلة في آلة الحاسبة لزميلك يونس معطلة، يعني هذا الزر معطل، اقترح عليه طريقة أخرى لإظهار كل عدد من الأعداد التالية يعني على الشاشة، إذا ما يقدرش يكتب هاد الأعداد على خطر ما عندوش زر تاع الفاصلة، إذا كيفاش نديرو باش هاد الأعداد يطلعوا له أو يخرجوا له في شاشة الحاسبة؟ إذا سهل جدا، دوك تشوفوا أطفالي، إذا نبداو هنايا عندنا 2.4، كيفاش يكتب في الآلة الحاسبة 2.4؟ إذا هذا الزر، عفوا هذا الزر في الآلة الحاسبة، تشوفوا مليح، إذا هذا الزر ما راش يخدم. إذا باش نكتبو 2.4 لازم نقسمو، إذا ربعة وعشرين راح نقسموها على عشرة تساوي 2.4، إذا 2.4 هي 24 قسمة عشرة. الآن صفر فاصل صفر خمسة، كيفاش يكتب صفر فاصل صفر خمسة؟ لازم نقسم خمسة، إذا خمسة نقسمها على مئة تساوي صفر فاصل صفر خمسة، إذا صفر فاصل صفر خمسة هي خمسة على مئة.
باش يكتب هذا العدد كامل. اذا هذا العدد كله راح نقسموه، راح نحسبه هنا، نحسبه وراء الفاصله 1 2 3 4، يعني 10000. يلا نكتبوا هذا العدد اللي هو 1 6 4 5 و 0 3، راح نقسمها على 10000. جيد، 10000 تساوي اذا 16403. جيد، الان العدد الثالث هذا، هذا راح نكتبه كهذا العدد 453، راح نقسمه فقط على، لاحظوا كاين ثلاث اعداد يعني ثلاث اصفار يعني على 1000. اذا 453 4 5 3 نقسمها على 1000 تساوي اذا 0.453. هنايا باش يكتب هذه راح يكتب كامل هاد الاعداد، هاد العدد كله طبعا مع نزع الفاصله، ويقسمها على 100. اذا دوك تشوفوا 1 5 4 8 7 يقسمها على 100 وتساوي 154.87. اذا بهذه الطريقه يكتب كامل الارقام تاعو على الشاشه. جيد، هنايا اذا تمرين رقم 120 قلنا الشكل الموالي يوضح العلاقه الموجوده بين الوحده المتر والغرام واللتر واجزائها ومضاعفاتها. اذا هذه الوحده وحده القياس اللي هي المتر، او وحده الوزن هي الغرام، او اللتر وحده السعه اللي هي اللتر. اذا باش نروح من الغرام للديسيغرام، اذا راح نضرب في 10، ومن الديسيغرام للغرام راح نقسم على 10. نفس الشيء هنا، من الغرام للسنتيغرام راح نضرب في 100، ومن السنتيغرام للغرام راح نقسم على 10. اذا هنا نظن راهم غالطين شويه في الحساب، هنا نضرب منا لهنايا نضرب، ومنا لهنا نقسم، هنا راهم غالطين. اذا من الغرام من المتر للديسيمتر نضرب في 10، ومن المتر للديكامتر نقسم على 10. اذا هنايا راهم عكسينا، هنا قسمه وهنا الضرب. يلا عندنا هنايا باستعمال كتابات العشريه عبر بالكيلوغرام، اذا بالكيلوغرام هذا القياس، اذا كامل هادو نحولوهم كيلوغرام. 1200 غرام، 1200 غرام باش نحولوها للكيلوغرام، قلنا من الغرام للكيلوغرام راح نقسم على 1000. اذا هذه راح نقسمها على 1000 وتجينا، اذا كي نقسمها على 1000 اذا هنا 1 2 3 جينا 1.2 كيلوغرام. هذه 3 كيلوغرام و80 غرام، اذا 3 كيلوغرام راهي كيلوغرام، هذه 80 غرام راح نحولها للكيلوغرام. اذا 80 غرام نعم راح نقسمها على 1000 تجيني 0.08. 0.08 نضيف لها 3 كيلوغرام تولي لي 3.08 كيلوغرام. اذا 3 كيلوغرام و80 غرام هي 3.0 كيلوغرام. هذه 870 غرام باش نحولها لكيلوغرام نقسمها على 1000 تولي 0.87 كيلوغرام. هذه 34 هكتوغرام، هاي الهكتوغرام، هذه الهكتوغرام باش نحولها للكيلوغرام نقسمها على 10. يعني باش هذه باش نحولها للكيلوغرام فقط راح نقسمها على 10. اذا 34 كيلوغرام كنا نقسمها على 10 تولي 3.4 كيلوغرام. 5 كيلوغرام راهي عندنا 300 غرام، اذا 300 غرام باش نحولها لكيلوغرام راح نقسمها على 1000. الغرام للكيلوغرام نقسموها على 1000 تولي 0 تولي 0.3، و 0.3 زائد 5 تولي 5.3 كيلوغرام، نجمعهم تولي 5.3 كيلوغرام. اذا حولنا كامل هادو للكيلوغرام. الان نحول الى المتر، اذا عندنا وحده الطول المتر. نفس الشيء المتر باش نحول من متر، نعم باش نحول من كيلومتر للمتر نضرب في 1000. من كيلومتر للمتر نضرب في 1000، من متر لكيلومتر نقسم على 1000. ديروها مليح في راسكم. اذا هذه راح نضربها في 1000 شحال تعطينا؟ تعطينا 4780 متر. الان سنتيمتر، وراهي سنتيمتر، هاوليك سنتيمتر، باش نحولها للمتر من السنتيمتر نحول للمتر راح نقسمها على 100. من السنتيمتر باش نحولها للمتر نقسمها على 100، اذا هذه قسمه 100 هي 2 متر. من ديسيمتر للمتر، هاك ديسيمتر نقسمها على 10،
عطينا 0.5 متر، من مليمتر للمتر نقسمها على 1000، هذه نقسمها على 1000 تولي 0.234 متر. ان شاء الله تكونوا تبعوا فيا مليح. الان حول الى اللتر نفس الشيء، اذا عندنا 4.5 هكتوليتر، هوليك الهكتوليتر باش نحول اللتر. اذا ماذا نضرب في 100؟ هذه راح نضربها في 100 وتولي 450 لتر. قبل نحول اللتر 4.5 هكتوليتر نضربها في 100 تولي 450 هكتوليتر. 46 ديسيلتر، هذه ديسيلتر، ديسيلتر باش نحول اللتر نقسم على 10، اذا هذه كي نقسمها على 10 تولي 4.6 لتر. 53 سنتيلتر، اذا السنتيلتر باش يروح للوحده اللي هي اللتر، السنتيلتر اذا نقسمها على 100، هذه نقسمها على 100 وتولي 0.53 لتر. اذا ان شاء الله تكونوا تبعتوني مليح وفهمتوا مليح. انتهينا الان من هذه الصفحه. خليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.